وفي الجزائر خبر حول تعيينات جديدة عامل حالة من الجدل. هذه القصة أنه الهلال الأحمر الجزائري برئاسة ابتسام حملاوي أعلن عن تعيين المؤثرة الجزائرية المعروفة إيناس عبدلي والصحفية سمية سماج كسفراء للعمل الخيري والإنساني. هذا الموضوع فتح باب الجدل والانقسام. في جزائريين شافوا أنه تعيين مؤثرين على مواقع التواصل في هذه المناصب هو تكريس للرداءة على حد تعبيرهم هم طبعا يعني. وفي منهم اللي شجع الفكرة وقال أنه لا هدول الناس بيكون عندهم قاعدة جماهيرية كبيرة ممكن يستغلوا هذا الشيء لمساعدة الناس وخدمة القضايا النبيلة. وللمعلومية مشاهدية إيناس عمرها 20 سنة وبتابعها أكثر من 1.5 مليون متابع على حسابها في تيك توك وقدهم تقريبا عندها على فيسبوك. أما حسابها في إنستغرام فعليه نحو 6 مليون متابع. عموما وبعد ساعات من الجدل طلعت رئيسة الهلال الأحمر الجزائري وردت عبر صفحتها على فيسبوك وقالت أنه العلماء والمفكرون لم يعرضوا خدماتهم علينا.